مساء الخير حبايبي، كيفكم اليوم؟ الله يسعد لي اوقاتكم. اخبار هولندا، ستلجأ بلدية فيستيرفولدي مرة اخرى الى المحكمة بسبب عدد طلب اللجوء في تير ابل، ولا يريدون عدد فوق 2000 شخص. الخبر هون، قايل التفاصيل زيادة فيكم تروحوا على الاخبار وتقروا كل التفاصيل. الخبر التالي، ينفق السائحون المقتصدون مبلغ قياسي قدره 105 مليار يورو في هولندا، ولأول مرة أنفق السياح في هولندا أكثر من 105 مليار يورو، يعني أكثر ب 13 مليار يورو عن السنة الماضية. طبعا السبب هو ارتفاع الأسعار. الخبر هون أصدقائي. الخبر الأخير، حكموا على شخص باكستاني ب 14 سنة سجن لأنه هدد خيرت فيلدرز، وهو عمره 56 سنة وهو هلأ موجود بباكستان. والخبر هون أصدقائي. لهون بالنسبة للأخبار خلصوا. عندي سؤالين على السريع. إذا إجانا البي اس اي معناتها انكسرت البصمة يلي عنا؟ لا ما دخل. من أصحاب التجارب اكتبوا لنا تحت بالتعليقات أصدقائي ومنكم نستفيد. في عندي سؤال، ايمت نحن لازم نقدم أوراق الأصلية اللي مش همين؟ لما الاي ان دي أصدقائي الهجرة والتجنيس تبعت وراء الأوراق الأصلية، ولما يطلبون منكم فهون أنتوا تبعتوا لهم الأوراق الأصلية. تمام أصدقائي، لهون خلص الفيديو. بتمنى لكم كل خير والتوفيق. يلي ما أنا مشترك عندي على اليوتيوب تيك توك باسم باسل ستار، من أهل وسهلا بتنوروا قناتي. رح أذكر ثلاث أسماء كالعادة، سندوس سندوس وأبو عدي وإناس حداد. كل التحية لإلهم لكل متابعين، تصبحون على ألف خير.